اليوم جبت لكم فيديو كيهضر على الايلاينر. يعني اي واحد عنده مشكله مع الايلاينر وما كيصدقش واخا يكون يعني كيعرف ليه يعني شحال هو كيديرو ولا مبتدئ ولا يعني ديما كاين مشكل مع الايلاينر في المكياج والمشكل ديالنا. المهم اليوم جبت طريقه مبسطه بالنسبه للبنات المبتدئين يعني كيفاش يديروه بسهوله. اول حاجه بالنسبه للمبتدئين يختاروا ايلاينر يكون قلم، هو اللي كيكون اسهل واحد نقدروا نستعملوه بالنسبه للزعما البنات اللي ما كيعرفوش يستخدموه. يعني هذه هي نصيحتي الاولى. ثاني حاجه شوفوا معايا في الفيديو. اول حاجه غادي نحتاج له الميثاق، هو اللي غادي يعاوننا باش نرسموا الخط بسهوله. ناخذ واحد شويه ديال الميثاق بالطريقه، نديرو على اليد ديالنا باش ينقص لينا شويه من الحيط ديال السقني فيه. عاد نحطو على هاد البلاصه، ولكن اولا كيفاش غادي نعرفوا بالضبط البلاصه واش غنحطو هكا هكا هكا؟ احسن طريقه هي نستعملو قلم ونخدمو بهاد الطريقه، يعني نحدو بين الانف ديالنا والخر ديال العين ديالنا بهاد الطريقه، وفي هاد البلاصه فين ما نحطو اللصاق. اولا نديرو خطوط متقطعه
هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى الشرح يكون باين مزيان وطريقة مبسطة. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وشاركوا في القناة ديالي، ما تنساوش.